بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن لا نزال في قصة سيدنا نوح صلوات الله وسلامه عليه، الداعي الأول في الزمان، أول داعي قام بتبليغ الدعوة، وهو الرسول سيدنا نوح صلوات الله وسلامه عليه. قام بدعوته ليلا ونهارا، بلغ الناس وحدانية الله، وطلب من الناس أن يستغفروا الله ليغفر الله لهم الذنوب ويكونوا من أهل الجنة ومن أهل الرحمة. لكنهم قابلوا سيدنا نوح، قابلوه بالشدة والغلظة والقسوة وعدم التصديق، فقالوا له أولا الاتهام له: ما نراك إلا بشرا مثلنا. ثاني واحد طعنوا بأتباعه، قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ماشي مع كلياتهم حسالة الناس ما لهم قيمة. ثالثة: وما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما أنتم ما أفضل منا بشيء، لحنا أحسن منكم أغنياء أنتم فقراء، لحنا أعزاء أنتم أذلاء. أربعة: نسبوهم إلى نسبة النقص، بل نظنكم كاذبين. فنحن وصلنا إلى قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذه النظرة التي ينظر إليها المجتمع الراقي إلى الدعاة وإلى أتباع الدعاة. المجتمع الراقي اللي بيسموه راقي، راقي بالنسبة للخرقة وبالنسبة للبول والغائط، هذا الراقي تبعه، يعني اللقمة اللي بيأكلوها والخرقة اللي بيلبسوها عنده حال راقيين فيها. الرقي ما هو بالخروق ولا هو بالطعام والشراب، الرقي بالفضائل والأخلاق والتقوى التي تزين الفضائل والأخلاق، هذا الرقي. فصاحب الرقي ليس هو الغني، وليس هو الموظف، وليس هو صاحب المنزل، الرقي صاحب الأخلاق الفاضلة الذي يحب الناس ويحبه الناس، الذي يبذل للناس ويخدم الناس، هذا صاحب الرقي في الحياة. في كل زمن هؤلاء أصحاب المادة وأصحاب الخروج اللي بيشوفوا حالهم بالبدلات الرسمية والخروج الحلوة بيفكروا حالهم أنه هن أسياد المجتمع، فبينظروا إلى رجال الدعوة وأهل الدعوة والذين يحضرون الدعوة ينظرون إليهم نظرة نقص. مين هدول؟ كم واحد من العمال، كم واحد من الفقراء، كم واحد ما عرفوا أن مائدة الصالحين، مائدة العلم يحضرها المثقفون والعقلاء والأدباء والفهماء
مجالس العلم غذاؤها غذاء عام يحضرها الكبير والصغير، فيهم الكبير قدرا وعلما وإيمانا وتقوى، وفيهم المبتدئ وفيهم المعتدل. ظنوا هن انه اذا هن ما حضروا معناتها هذول كلهم. هذه النظرة في كل زمن مع الدعاة، في كل زمن اينما وجدت داعي من الدعاة تجد هذه النظرة موجودة في اهل البلد، فينظرون دائما الى الداعي بانه انسان درويش. والحقيقة يا أحبابي انتبهوا لها الكلمة، كل من تفهم القرآن وكل من فهم ولو آية من القرآن اعلموا أنه إنسان صاحب عقل ناضج. ما فقه القرآن إلا صاحب العقل الناضج، ما تفهم آيات القرآن إلا إنسان أذن الله لقلبه أن يكون أهلاً لأنواره. أنوار القرآن لا يطيقها إلا قلب عاشق لله. فإذا تفهمت آية من القرآن أو فهمت آية من القرآن معناها أن الله عز وجل اختار قلبك ليجعله مصدر النور الإلهي. هذا ما بيفهمه الأغنياء، ما بيفهموا، بيظنوا أن قراءة القرآن بيقرأ للبركة أو بيقرأ الموتى. قراءة القرآن يا أحبابي كلام رب العزة، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يسكن القرآن ومعاني القرآن إلا في قلب اختصه الله للأنوار وللهداية، اختصاص إلهي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هي الآية معناها إذا فهمت القرآن معناتها قلبك مفتوح لأنوار الله، أما إذا ما فهمت القرآن معناتها على قلبك في قفل مسكر، قلبك لا بينزل له شيء من الأنوار ولا بيصعب منه شيء من الأنوار. أم على قلوب أقفالها، المراد أنه إذا قرأت ولو آية فهمها، ما فهمتها روح اسأل عنها، اسأل عنها حتى تفهم آية من القرآن فتكون أهلا لنور الله عز وجل في هذا الوجود. وإذا أسقط الله في قلب من نوره جعل هذا القلب يعسو بالمؤمنين. شو يعسو؟ يعني الملكة تبع النحل، كل النحل بيهدوا حواليها. فمتى قلبك الله جعل فيه من أنوار القرآن من أسرار القرآن معناتها جعلك يعسو لقلوب المؤمنين. شو قلوب المؤمنين؟ كلها تهجم عليه، بتقرب إليك، بتشم ريحة محبة الله منك. يا أحبابي كلام الله، اجتهد انه اذا قرات القران تفهم ولو ايه، افهم ولو ايه ثم اعمل بها ثم طبقها. انت كنز من كنوز الانوار الالهيه، الله يصطفيك بانوار الله لتكون يعسوب المؤمنين. كل الناس بيهجموا عليك، افهم القران ولو سوره صغيره ولو ايه صغيره. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل. ما في لكم شيء زايد علينا، ما في شيء زايد. شو بدك شيء يزيد؟ واحد بده يشوف كرامات، واحد بده يشوف أحوال، واحد بده يشوف أنوار. واحد يا ابن الشيخ ما لها. الشيوخ الكمة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتبرون الكشف والأحوال نقص لا كمال لها، يعتبرونها نقص. شو السر؟
السر أن الأنوار والأحوال تعطي النفس شيء من شفت الحال، ومتى ما الواحد شاف حاله ولو واحد بالمليون هبط، متى ما شفت حالك العجب يحبط عمل 70 سنة، عجب دقيقة ثانية يحبط عمل 70 سنة. فحتى ما تشوف النفس حالها لا بيحبوا الأحوال ولا بيحبوا الأنوار ولا بيحبوا الكشف، بل يستغفرون من الكشف كما يستغفر شارب الخمر من شرب الخمر، يرونه نقصا وليس فيه كمال. أما إذا ظهر على مظهر أنه صار له كمال، هذا ما في كمال. فلذلك إذا نظروا إلى الداعي هذا بده أحوال وهذا بده أنوار، أنك يا ابني ما عارفان شو بدك أنت، جاي بده يفهم، بده يشوف شيء. لو أراد المعلم أن يكشف أحوال الإخوان لذكر كثير من الأحوال، لكن الله حيي ستير، يحب الحيي والستير، فأولياء الله بيتخلقوا بأخلاق الله، يسترون على خلق الله ولا يكشفون ذنوب الخلق. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت فلانا يزني، عم يقع الواقع في الزنا. فصلى الله عليه وسلم غضب والتفت قال له: ويحك ويحك، لو سترته بطرف ثوبك كان خيرا لك، ستره بكنار ثوبك غطيه، أما جاي تحكي عليه؟ ويحك لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا. فأولياء الله رضوان الله عليهم ما بيحبوا الأحوال، بدك تجي ما مشان الأحوال، ما مشان كرامة، بدك تجي مشان تفقه معنى من معاني آيات القرآن. آية القرآن صرنا فيها هلا 4 جمع، آية 4 جمع كل وحدة شو قالوا إيه؟ وما نرى لكم علينا من فضل، ما لكم علينا هالكلام، جحدوا الفضل. هؤلاء يعني غير شاكرين للنعم، الله أنعم بنعم فهؤلاء جحدوا النعم وما شكروها، بدل ما يقولوا الحمد لله الذي أنعم علينا بالعلم وبالعالم وبالهداية وبالتبليغ، الحمد لله، قالوا ما لنا شايفين عنكم فضل، أنكروا العلم وأنكروا الفضل وأنكروا التوجه وأنكروا سبحان الله. ما نرى لكم علينا من فضل، نعم، وفي زماننا هيك، في زمان الشيخ عبد القادر كان، في زمان سيدنا أحمد كان، في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مثل هذا، كانوا يقولون: ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني هالدرس مين اللي زاده إيمان؟ ما سمعوا كلام النبي، مين اللي زاده إيمان؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ الآية: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هن نجسين زادتهم النجاسة. كلام الله، نعم يا أبي، لما بيكون عندك الأطرميز فيه نقطة بول بتحط فوق منه كيلو عسل، كيلو العسل شو بيصير كله؟ زاد النجاسة ولا قلت النجاسة؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كلام الله طيب، لكن نفسيتهم خبيثة. فكل داعي إذن لابد هذا، مشان أنت تعرف إذا كنت في زمانك حضرت الدعوة، فسأل رأيت من يطعن، من يذكر النقص، اعلم أن الداعي على إخلاص. إذا كانوا كل أحباب ما في
مين يطعن فمعنات الداعي مرائي. الإخلاص أن يوجد من يطعن، يذكر نقص، يذكر خطأ، فهذا معناته قائم على إخلاص، ولا بد ممن يظهر بعض النقص. عميوا عن الحق، ما شافوا الحق. دعوة، إرشاد، هداية، أنوار، تبليغ، روح، همة، ارتقاء، ما شافوا شيء. ما نراك اتبعك، هذول لا يسمعون ولا يبصرون، فقدوا سمعهم، فقدوا بصرهم. وكما قال الله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عم يشوفوا لكن ما شافوا. شلون ينظرون إليك وشلون لا يبصرون؟ نظروا إلى جسدك، منخارك وعيونك وحواجبك وشفافك، نظروا إلى الجسد، لكن ما استطاعوا أن يبصروا حالك مع الله، ما استطاعوا أن يكشفوا روحك مع محبة الله. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذول في ظلمات الجهل يترددون، في ظلمات الجهل لو جالسوا، لكن لابد متى ما جهل حقيقة الداعي بصير بيكذب، بيكذب عليهم. هي علامة من علامات أعمى القلب، متى ما فقد الشعور بالداعي ومكانة الداعي بصير بيكذب عليه، بيحكي عليه وبيكذب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لذلك مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يستمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بأسوأ ما سمع. قال: كمثل رجل أتى راعيا. مثل الإنسان كمثل رجل أتى راعيا فقال: اسجر لي شاة، يعني أعطيني شاة أتبلغ بها، مسافر وما في أكل معه، أعطيني غنمة بحلمها بالطريق وبشرب حتى أصل لبلدي. اسجر لي شاة. فقال صاحب الغنم: ادخل زريبة الغنم فخذ أيها شئت. فوت الزريبة فيها غنم كتير، يلي بتحبها أخذها. قال: فدخل فأمسك بأذن كلب الغنم، مسك إذن الكلب وسحبه، لا هو لح ينتفع فيه وضر الراعي كمان، ضر الراعي. هذا مثلا اللي بيسمع الكلمة بيطلع بيحدث فيها، ما سمع الدرس، سمع هالكلمة هي، أخذ هالكلمة وتنسي كل الدرس. ليش انتقى هالكلمة؟ لأنه فيه خبث في قلبه، في خبث، أخذ الكلمة الخبيثة وصار يزمر فيها. فهذا موجود يا أخواني في كل زمان. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نظنكم إيه؟ هذا الظن، الظن تخيل أنه تكلم كلام ظن به ظنا، لا تعلم يقينا ولا عرف حقيقة، بل ظن ظنا والظن باطل. بل نظنكم كاذبين. صاحب الدعوة كاذب واللي عم يسمعوا منه كاذبين. إذا مين السفي الصادق؟ إذا نفينا عن أهل الفضل الصدق، أهل الأسواق بيكون فيهم الصدق يعني؟ إذا نفينا عن أهل العقل والفضيلة الصدق، مين بده يكون صادق؟ وما
بل نظنكم كاذبين. وأن والظن هو مطية الكذب، يعني هن كذابين فظنوا الغير كذابين. هي فيها شيء دائما يا ابني، لما بتكون طاهر القلب بتشوف كل الناس طاهرين القلب، ولما بيكون فيك علة كذاب أو مغتاب بتشوف كل الناس كذابين ومغتابين. فيك علة نقص، كل ما بتشوف واحد بتظن أنه هو من أهل النقص، أنه أنت فيك هالعلة، مرايتك سودة حاطت كزلك أسود، عم تشوف كل الناس سود وكل الحيطان سود لأنه كزلك الأسود. فدائما الإنسان إذا طهر قلبه رأى الناس طاهرين، لكن لما بيكون قلبه فيه نجاسة أو فيه خبص يرى كل الناس مثل حكايته. واحد بيقول لك أخي كل الناس ما فيهم خير، كل الناس ما بقى فيها خير، إلا صدق رسول الله، إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس، ناس ما فيهم خير، فهو اللي ما في خير، فهو أهلكهم، صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم ننتبه أن الظن توهم باطل، عم يتوهم شيء باطل. مثل الظن كمثل السراب، السراب لما بيكون واحد ماشي بالصحراء أو ماشي محل سهل واسع بيشوف من بعيد كأنه في مي، كأنه في مي، خاصة لما يكون عطشان وماشي شو كأنه مي، بيركض ناحية المي ما في شيء، لك والله شفنا مي، هذا السراب. السراب يظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالظن مثله كمثل السراب، يظنه خيرا فبيطلع ما في شيء، هذا الظن. فتوجه إلى سيدنا نوح، إلى النبي الذي حمل هداية الله ونور الله، وقالوا له كذاب في دعوتك. قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، بل هو كذاب أشر، كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أهل النفاق بيتبعوا أثرات أهل الفضائل، أهل الكمال، هذا في كل زمان. إذا كان واحد فاقد البصر يقول أخي بتقول الشمس، وين الشمس؟ ماني شايف الشمس، وين الشمس؟ بلا شمس بلا شيء، وينها؟ ما في شمس. هو فاقد البصر ما شايف شمس، لا تلومه إذا قال لك ما في شمس لأنه فاقد البصر، وإذا واحد قال لك ما في هداية لأنه هو فاقد بصيرة ما شاف. فدائما إذا رأيتم من يطعن فاعرفوا أن ذلك الإنسان فيه مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكذبوا سيدنا نوح، بعدين كذبوا جماعة سيدنا نوح، كذبوهم كمان، بل نظنكم كاذبين. ولما بيثبت الضد بينتفي التهمة، نظنكم كاذبين، ما مسكوا عليهم كذبة، معناتها من الصادقين. فإذا نحن اليوم بدنا ناخذ الدرس من الآية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. أنتوا أخي عم تروحوا على الجامع؟ نعم. شو عم تسمعوا من الشيخ؟ شو عم يحكي لكم الشيخ؟
ليش كلها عشانين ورايحين تجوا؟ شو في؟ الله يفهمك مثل ما فهمنا، الله يعلمك مثل ما الله علمنا، الله يفهمك. لو يسمعون كما سمعت كلامها، هي مين اللي حكاها؟ كان محبوب عزة، عزة وحدة سودة كانت من النوبة، شفافة سماق وفطسة، عشقها هذا محبوب عزة، عشقها. أشعار وين مراهن؟ فبعت ورم منه الأمير أظن، قال له ويحك أنت شو حابب بحزة؟ لا جمال ولا سودة وفطسة وشفف اسماك، لك شو فيها شيء نعم؟ قال له لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا، كانوا ركعوا لو سجدوا لها لو عرفوا ما أنا عرفت. حب يا ابني، حب. أهل الحب يرون النقائص كمالا، وأهل الكره والبغض يرون الكمال نقصانا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. المحب لذلك ما بيشوف نقص، أما يعني ما في حب بيفتش على النقائص، دليل أنه لم يرزق محبة أهل الصدق، ولم يرزق محبة الدعاة، ولا محبة المرشدين. بل نظنكم كاذبين. يا سبحان الله، هيك الدعوة بدها تلاقي. نعم. فلما نفل عليه السلام الألوهية عن آلهتهم، الأصنام ما هي آلهة، لما نفل الألوهية عنها هي أصنام أحجام ما فيها، والألوهية لله وحده، الله الواحد الأحد. لما نفل الألوهية عن أصنامهم صار من الكاذبين عندهم، كذبوه. آبائنا كانوا يعبدوها، أنت جاي تقول إنه هي مو آلهة؟ ولد أولاد علموا زعيم من الزعماء، علموا التوحيد. شلون علموا التوحيد؟ قالوا له عود صفات الله 20 صفة كذا وكذا، أما هيك علموا التوحيد؟ لا، عم يعبد الصنم، صنم عم يعبدوا يسجدوا. اجوا بالليل سرقوا الصنم وراح لحشوه بالبير المالح، يعني بالمرحاض. فز على بكره ذاك بده يعبد الصنم، دور عليه ما لقى، عم يفتش، فات على المرحاض شافوا غاطت مقص. شو جابك لهون؟ شو بدك هون؟ رفعوا وغسلوا وعطروا، وقف يسجد له، وقف يعبده، ما في فايدة. ثاني يوم رد اجوا جابوا كلب ميت ربطوه بالصنم وحملوا الصنم وزتوه بالبير. مرة ثانية لما غسلوا وحطلوا وعطروا، حطلوا السيف برقبته، قال له دافع عن حالك. أخذوا السيف وربطوه مع كلب ميت ورموه بالبير. اجى ثاني يوم بده يعبده، وين إله؟ فات لجوا شافوا غاطن. وين السيف؟ رايح السيف. قال له لو كنت إله كنت دافعت عن حالك. إله بيرتبط مع كلب ميت، وهون مالك إله أنت؟ وأسلم وراح. علموه عملا. فالنبي لما قال له انه هذول مو آلهة، 360 صنم مو آلهة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب.
آلهة 360 صنم عم يكفونا، إلهه عم بده يكفيه؟ إلهه قادر خير من ملء الأرض أصنام ميتة. فبل نظنكم كاذبين. لذلك أخواني صاحب الحق ثقته بنفسه، ثقته بإيمانه، ثقته بحبه لله ثابت. لو أبوك حكى عليك، لو أمك حكت عليك، لو خالك، لو عمك، وين عم تروح على الجامع؟ بلا شيخ، بلا كذا، بلا قل لهم والله لو أهل الأرض حكوا اللي أنا فهمته أنتم ما عرفتوه. أنا رأيت من شيخنا كذا كذا كذا، خلاص ما بقى يترك. اللي ما عرف يعني. وخذوا نصيحة مني، الله يرضى لي وعليكم. لا تدوق العسل إلا بتمك، لا تخلي غيرك يدوق العسل ويحكي لك. أخذ كلحسة صار يبزق فيه فيه، يبدح حريشه شو مر، يخرب بيت العسل شو مر. لا تصدق أنه العسل مر، دوق بلسانك. لا تسمع كلام الناس قالوا كذا وكذا، أنت تسمع بنفسك. إن رأيت ما يرضيك تمن. إن عجبتك الكحلة شو بيقولوا؟ دنبها، وإن ما عجبتك أطمها. بعض اخوانكم كان عم يجي، ابوه ما بده يجي، حاول. قال لي شو بدي اعمل؟ قلت له قل له لابوك بابا الشيخ ده حيساوي درس، روح اسمع لنا الدرس، اذا لقيته منيح روح لعند الشيخ، واذا ما لقيته منيح مشان ما روح لعنده. فجاب ابوه مشان يسمع الناس، مشان يقول له انه مو منيح. أبوه فكرين إنه إذا أجا إنه، لما أبوه أجا وحضر الدرس قال له ابني هذا الشيخ اللي عم تيجي لعنده؟ نعم. قال له ابني إلك مني كل يوم 100 ليرة، بس لا تترك الدرس، روح حضر الدرس لا تترك الدرس. قال لي إجا أبي وجاب أمي وجاب أخواتي، فإجت العيلة كلها. خلي له تحسما، فلا ترضى بكلام الناس. بعض الأحباب كله أخي شو جابك عن جامع؟ اللي والله أعدائك اللي جابوني. دائما بدين وجد أعداء، الدعوة دائما أعداء. لو قلت ليش الأعداء موجودة؟ ما دام الشيخ عم يدعي إلى الحق، ما دام الشيخ عم يدعي إلى الإيمان، ليش الأعداء موجودين؟ هاي نقطة كتير هامة لازم تعرفوها يا ابن. إذا أنت صرت صالح، صرت تقي، صرت مؤمن، ما عاد تشتري أفلام، ما عاد تشتري ديسكات، ما عاد تشتري كراكير تسجيل، ما عاد تحضر تلفزيون، ما عاد تحضر فيديو، صار شغلك ذكر الله وتلاوة القرآن. والثاني هيك عطلتوا محلات، ما هي تعطلت محلات الفيديو، محلات الكذا، محلات تعطلت، سينمات تعطلت، تلفزيون تعطل. فما بدهم يكون تروحوا حتى يتم الشر عم ينتشر، حتى يتم الفساد عم ينتشر، مشان هن يعبوا جيبتهم، مشان هن يعبوا جيبتهم. لو ضل الناس ما سالين عن الناس، لو فسد الناس ما سالين، ما دام هن عم ينتفعوا. يلي عم يبيع هذا الدرور الابيض شو بسموه؟ الافيون. يلي عم يبيع الافيون ما عرفان انه في ضرر للناس، عم يضر الناس، بس هو مشان يعبي جيبته. فإذا جيت على الجامع أنت ما بقيت تأخذ الأفيون، تاب إلى الله ما عندك يستعمله، تعطل. فلذلك بيتم بيحكي على الشيخ بطالي دعايات مشان ما تروح لعند الشيخ حتى ما تتعطل
مصلحته ويعبي جيبته. فهمتوا الناحية هي؟ هذا لازم تعرفوها بالمجتمع ليش بيطعنوا بأهل الكمال، خاصة عندنا في الشرق. استغرب أحد الإنجليز، فلاسفة الإنجليز، استغرب كل الغرابة، قال عجبا لأهل الشرق، كلمة فيلسوف إنجليزي، عجبا لأهل الشرق يؤذون الأحياء من الصالحين ويقدسون الموتى، يقدسون الموتى ويؤذون الأحياء من الصالحين. الشيخ بحياته ما راح لعنده ولا حضر عنده، بعد الموت بيقول لك والله يا أخي والله كان الشيخ شيء عظيم، والله الشيخ كان شيء كبير، صار يقدسه بعد الموت. بحياته كان يؤذيه سيدنا الشيخ محي الدين، بحياته آذوه وضروه وحاولوا قتله، حاولوا قتله. الإمام الشافعي قتلوه، قتلوه. ليش الإمام الشافعي قتلوه؟ كان على خطيئة، كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابسه عالم قريش يملأ الدنيا علما، هو الإمام الشافعي طريق قتلوه. نعم، هي العادة في كل زمن بيطالعوا الدعاية ضد الصلاح وضد أهل التقوى حتى تم فسادهم ماشي وتم إيذاء للخلق ماشي. بل نظنكم كاذبين. فإذا كان في كل عصر الداعي يكذب وفي كل عصر الوارث بيطالعوا عليه حجج، بيعمل كذا، بيساوي كذا، بيفعل كذا، ممكن يكون بريء منها. أفضل شيء يا أخواني، خذوا كلمة سمعتها من شيخنا الله يرضى عنه، أفضل شيء حكوا لك على الشيخ، قالوا لك الشيخ كذا كذا، تعال عن الشيخ قل له شيخي حكوا لي أنه أنت بتلبس قميص أسود، صحيح؟ افتح لك صدري قل لك أنا بلبس قميص أبيض. ما منخاف يا ابني من واحد يسأل، ما من داهن لواحد على حق. قالوا لي عنك تشتغل كذا، تعال اسمع تعال شوف، بين لك بكل وضوح، ولا تسمع كلام الغير وتحفظ كلام، تعال شوف بعينك، دوق بلسانك، اسمع بإذنك، وبعدين حكم أنت إن شئت أن تكون من أهل الصلاح وإن شئت أن تكون من غير ذلك. فكل واحد قد علم كل أناس مشربهم، فإن كان مشربك مشرب الصلاح تأخذ، وإن كان مشربك غير ذلك دور عليه. الناس بتكذيبهم على أقسام، في ناس بيكذب تكذيب كامل، قال له امشي خلينا نروح لعند الشيخ، بلك روح مش نروح، بلا شيخ بلا بلوط، بلا شيخ بلا بلوط، ما هي؟ بيقول له أخي لك الشيخ علم، قال له روح أنا بحط 50 شيخ تحت باطي، ما شاء الله. هذا نوع، هذا مسكين سكر على حاله باب الهداية وباب العلم وباب التقوى. قسم ثاني ما بينتفع بصاحب زمانه، شيخ زمانه ما بينتفع فيه، بينتفع بالماضي. شيخ أولياء أخي المشايخ راحوا، الأولياء راحوا أخي، كان الشيخ محي الدين رضي الله عنه، كان الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه، هلا ما بقى المشايخ، سكر الفضل على حاله،
والمحروم من حرم نعمة وفضل أهل زمانه. يلي يحرم من فضل أهل زمانه هذا محروم يا ابني. الله عز وجل يعفي عنه. في واحد أشد حرمانا داخلي نروح لعند الشيخ قديم نتعلم عند الشيخ. لك أخي الشيخ صعيه في ألم لكن بيجيب حكاية بيحكي قصص بيحكي كلام غير بيحكي بالعامة ما بيعجبه ما بده يسمع ما بده يتعلم. محروم حرم أهل زمانه. أما المؤمن يا ابني العطشان يا ابني نقطة مي بتبر ريقه العطشان نقطة مي بتبر ريقه. وإذا كان واحد محروم البير انوجد ومليان مي لكن لا عنده سطل ولا عنده حبل ولا عنده لفة ولا عنده زنار مش ولا بيحسن ينزع البيت. مثل ما قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. جمال معبية مي وحاملة مي وهي عطشانة حاملة المي لكن هي عطشانة ماشي. لا تكون مثل هؤلاء. إذا أراد الله بعبد خيرا عرفه بأهل زمانه عرفه بأولياء زمانه. فهؤلاء كل واحد شيء مثل حكايتهم يعني ما بينتفعوا من أهل زمانهم بيكون مع الشيخ شيخه أتى الأجل انتقل إلى عالم الملأ الأعلى إلا انقطع الإمداد وانقطع الفتح وانقطع التجلي ما بقى في إمداد. حرم نفسه وحرم غيره يلي عم بيحكي له حرمه هو اللي انقطع المسكين. لو كان منتفع من شيخه لتمم طريق شيخه. أنت مع الشيخ إذا شيخك انتقل دور على واحد بيحسن يكمل لك الطريق يرفعك. ممكن على يد شيخك انتفعت 10% ممكن على يد شيخ تاني تنتفع 60%. دور على شيخ تاني. فما بصير واحد ابني يقعد من غير مورد يلي ماله مورد بتم عطشان يلي ماله مورد بتم جوعان يلي ماله مورد نور إلهي بتم في الظلمات. فدور دائما على مولد يكون لك في الحياة. ومشايخي أم كتير أهل الشام الله مبارك فيهم والله جاعل فيهم الهداية وجاعل فيهم النور والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل الشام يلي فيهم الخير المؤمنين في بلدة الشام 40 على قلب إبراهيم خليل الرحمن. الأبدال 40 على قلب خليل الرحمن إبراهيم. ما مات منهم واحدا إلا أبدل الله مكانه. النبي عم يقول لكم بالشام في 40 قوم دور عليهم خلاص انقطع. هذا مسكين هو المقطوع. فهذا مسكين خسر في الدنيا وخسر هذا بظنه. بل نظنكم كاذبين. طلع مسكين خسر حياته خسر. قل أنا جالست الشيخ ما بجالس خيره جالست الشيخ ما بجالس خير. يعني كان شيخنا الله يرضى عنه
كان شيخنا يتودد إلى العلماء كلهم، يتودد إلى العلماء، يكرم العلماء، قال يا ولدي والله أصبحت وأنا أتلذذ بخدمة من يعاديني. شوفوا هالكمال، والله يا ابني أصبحت أتلذذ بخدمة من يعاديني. قال لي ابني هني خليه، علينا ذنوب كتير يخففوا لنا ذنوبنا. هذا يا ابني، هذا كمال أهل الكمال. لذلك إذا كان الله عز وجل جعل هداية، اسعى وراء أهل الهداية، اسعى وراء أهل الهداية، صاحب أهل الهداية، ولا تتبع الظن. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إياك والظن، خاصة المسلمين. المسلم لا تظن به إلا خيرا، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أساء بأخيه الظن، من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه، من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه. وفي حديث إن الله حرم من المسلم، إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. الله حرم عليك تظن بمسلم ظن السوء، يمكن عم يعمل كذا، يمكن ساوى كذا، يمكن حكى كذا، هذا ظن، فلا يجوز للمسلم أن يظن بأخيه المسلم. هذا إذا كان يا أخواني في الدين في الإيمان، ما بيجوز واحد يدخل على الجامع تظن فيه خير، تظن فيه شر، إلا إذا صارت في معاملة، إذا في معاملة مادية بينك وبينه سيء الظن فيه. لذلك اكتب وراء، حط شهود، حط خذ رهن حتى تضمن مالك. بالمال ظن فيه، أما بيقول لك أخي هذا من الأخوان، هذا من أخوانه، عطى هذا من الأخوان، دق فيه وتم ماشي. المال غر بغر، استغنى، إذا استغنى شو بيصير؟ بيطغى. متى ما استغنى بيطغى، أخذ مال هرب. يقول أخي هيك الإخوان، قال له لأنك أنت مالك على الإسلام، في الإسلام بدك تدينه، كتب أوراق، حط شهود كذا. وأنا في هالزمان قلت لكم لا تدين ما لم تأخذ رهن، إذا ما في رهن لا تدين، دينوا أمرك. وهي الإخوان الجامع، لا أخي هذا ما من إخوان الجامع، ما تعلم، هذا جاي للمنفعة، جاي مشان مصلحة، ما جاي للدين، بيبين إيمانه، صفاءه، أخلاقه، بيبين كأنه غنم صغيرة لطيفة، لكن متى ما دق بالدقة صار مثل الثعلب أو مثل الديب، بيفري اللحم بيهري. فإساءة الظن بالإنسان عند المعاملة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن. فحديث حرام الظن وحديث احترسوا بسوء الظن، لما تكون معاملة إيمانية دينية لا نظن به سوءا، أما لما تصير معاملة مادية ظن فيه، ممكن يأكل عليك مالك، ممكن يضيع عليك حقك، فأمن حقك بالنسبة للدنيا، أمن حقك. لا تقول أخي والله فلان بيجيب الجامع، فلان بيصلي، فلان كذا،
بده يتزوج، دروسه، دروس حياته، دروس أخلاقه، اسأل عنه. أما أخي هذا بالجامع، بيروح الجامع بيصلي، بيجي على الجامع بيزوجه بيطلع كذاب، لا بيشتغل ولا بيعمل، وبده يشغل مرته وهو قاعد بالبيت، مرته بدها تشتغل. يعني هذا من الجامع، هذا يعني إله. ما كل واحد بيفوت على الجامع يعني صار من الصالحين. يعني الله يبارك فيكم ويبارك بوجوهكم، بيض وجوهكم يوم القيامة. لكن بدكم تعرفوا ما كل واحد بيفوت على الجامع يعني بيفوت لله. في واحد بيفوت مشان يسرع الصرام، مشان يسرع الكنادر. مين حط كندرة جديدة؟ مين صباطه جديد؟ بيوقفوا الصلاة ما بشوف إلا عطس، حط إيده وطلع لورا، بياخذ الصباط وبيهرب. الصحابة كان يحطوا صباطهم بين إجريهم، هلا بكيس، حطوا بكيس، حطوا بين إجريك بتتمم أمي. أما يعني بيجوا على الجامعة حرامية؟ لا، واحد جاي مشان يخرب الاسم على الجامع. فما كل من يدخل الجامع معناته أراد الله. واحد جاي مشان يتزوج، واحد مشان يشتغل، واحد مشان توظفه، واحد مشان كل واحد له. فلذلك لازم ننتبه، إذا بدك تعامل إنسان بمعاملة مادية سيء الظن فيه، إنه ممكن يأكل حقك، ممكن يضيع مالك، ممكن كذا، اكتب أوراق، خذ مقابل مال، شو اسمه؟ رهن، خذ رهن مقابل المال. بدك تدينه 10,000، خذ رهن ب 12,000. فإذا بالمعاملات يا اخواني نسيء الظن. اما بالنسبة للدنيا، بالنسبة للإيمان، تجي على الجامع، يلي بيفوت على الجامع هذا من أولياء الله، يلي بيفوت على الجامع من ظن في التقوى والهداية والإيمان والمحبة لله. نظن فيكم الظن الحسن بالنسبة للدين والتقوى. أما بالمعاملة ممكن تكون إنسان غير ذلك. فحديثين وردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام قال كان يطوف بالكعبة صلى الله عليه وسلم، عم يطوف حول الكعبة، فنظر للكعبة وقال لها ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. حرمة الكعبة، مكانة الكعبة. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن، أعظم عند الله حرمة منك. لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. ماله حرام ودمه حرام، والظن فيه الظن السيء حرام. هذا بالنسبة للإيمان، بالنسبة للإيمان لا نظن بأحد ظنا سيئا. كل من دخل إلى المسجد فهو من المؤمنين أتقياء الصالحين. لكن إذا لح تنتقل إلى معاملة، إذا بدنا ننتقل المعاملة بنأخذ احترازنا. جاي بده يخطب على عيني، أهلا وسهلا، نسأل عنه، نسأل عن أخلاقه، نسأل عن معاملته، نسأل عن صدقه. إذا وجدنا ما يتناسب زوجنا، وإذا كان كسول وتنبل وبيتدين من هون بيتدين من هون بيتدين من هون، لا تزوج، لا تزوج ولو كان أجمل الناس. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. طيب ما في فضل.
كاذبين. نحن اللي حناخذ اليوم من هذه الآية أول كل كتب الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن ظنه بالناس. كلكم اكتبوها الحديث، كلكم اكتبوه: من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته. من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته. صلى الله عليه وسلم خلاكم وحدة، هي بيّن كل وحدة صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، بالغربال تبقى حثالة من الناس اللي بيسقطوا كلهم، تبقى حثالة من الناس يعني مال كرامة، قد مرجت عهودهم، ماله عهد، بعاهد وبينكس، بعاهد وبيخلف، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، بتأمنوا على أمانة بيقوم فيها، نأمنتوا على حديث بيشي الحديث، نأمنتوا على مال بيأكل المال، أمنتوا على أهل بيغدر فيك، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك النبي أصابه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ نحن شو لازم نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون. يلي بتعرفوا بتعمل فيه، اللي ما بتعرفوا لا تعمل فيه. وتقبلون على أمر خاصتكم. هذا حديث النبي: تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. مين الخاصة هون؟ العلماء، الدعاة، الصلحاء، هدول الخاصة. روح التزم عند خاص، خذ منه وترك العوام، ترك الناس وترك العوام، أن العوام على جهل، على غير فهم، على غير وعي. وعليكم تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. فبدنا ناخذ احنا هلا هون، ما دام انه عم يطعنوا بالاخوان، بيطعنوا فيكم انه هدول كلهم كذا. طيب نحن هلا اذا كان بدنا نكون مع الشيخ، انتم هلا ما هو الواجب عليكم لتكونوا فله وورده بعيون الناس؟ اول ما يجب على كل واحد فيكم، يجب عليه الصدق، أن يكون صادقاً بقوله، صادقاً بوعده، صادقاً بأمانته، صادقاً بمحبته. كون من أهل الصدق، عملاً بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف صادق الإيمان، خليك معه. أول وحدة الصدق يا أخواني، الصادق أينما كان. عليكم بالصدق، هذا حديث: وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة. عليكم بالصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة. الصدق في البيع، الصدق في الشراء، الصدق في الصحبة، الصدق في المحبة، الصدق مع الأولاد، الصدق مع الأهل، الصدق مع الجيران. خليك صادق بكل معنى الكلمة، وإياك والكذب.
خاصة كثير من الناس يقول الكذب عن النسوان حلال. هذا أكثر الناس بيعرفوا هالكلمة، الكذب عن النسوان حلال. لا يا ابني، ما حلال الكذب على النساء، ما حلال إلا على امرأة مبتلية بداء الهات. هات 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 هات، بدنا مصاري، بدنا هات هات. فإذا كذبت عليها أنه ما معي، معلش، أنه هذه امرأة حاملة فكر. شو الفكر اللي بتحمله؟ أما بتقلها يا بنتي أوعك تخلي بجيبته قرش، متى ما شاف بجيبته قرش بيجوز عليكي. هذه الأم إذا بدنا نعطيها وصف، نعطيها وصف خبيثة، تريد الضرر لزوج لبنتها وفساد حياة. لا تخلي بجيبته قرش، هذه إذا كذبت عليها معلش. أما زوجتك مؤمنة صالحة تقية خاشعة زاهدة ترضى بالقليل، إياك أن تكذب عليها. وأنت يا أختي اجتهدي أن لا تكذبي على زوجك بكلمة، كوني صادقة معه، خليه يلمس منك الصدق في القول وفي العمل وفي الوعد. صدق، هلا الله يعيننا على الصدق. مولد يبدأ الساعة 8 تماما، بروح 8 ما في حدا، أهلا وسهلا، شو ما حدا، أنا جيت بطير بعدين الصاع، السلام عليكم، لسه ما بدأ المولد، يعني خلص أديت الواجب جيت. لازم نكون صادقين، كون صادق بوعدك مع زوجتك، مع ابنك، مع بنتك الصغيرة. بجيب لك عشية، بجيب لك معي موز، جاي وما معك موز. الولد تعلم الكذب منك وكتبت عليك عند الله كذبة وإخلاف للوعد. تعودوا، عودوا أولادكم، عودوا نساءكم على الصدق. هذا أول واحد، الصدق. أما الصدق الحقيقي يا ابني، أن تكون صادقا مع الله. الله مدح الرجال ما مدحهم بشواربهم ولا مدحهم بدؤونهم، قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اصدق الله، الصلاة خير من النوم. اصدق الله، ارمي الحافز، الصلاة خير من النوم. خليك صادق في طاعة الله، صادق في محبة الله، صادق في ذكر الله. إن لم يكن لك صدق مع الله فمع من يكون الصدق؟ إذا مع شيخك ما كنت صادق، مع مين بدك تكون صادق؟ فالمؤمن بده يكون صادق في كل الأحوال، قولا وعملا. هي أول خلق من أخلاق النفع في زمانك، بدك تنتفع كن أول كل صادقا. متى ما كنت صادق ثق تماما بأن الله عز وجل سيرفع لك الدرجة والمقام. قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كلام الله يعني، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق الله مهما كان، في الصحبة، في المجالسة، في المعركة، خليك صادق بكل وحدة من الوحدات، حتى تكون عند الله عز وجل من أهل الصدق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم ونزل عن معركة، قاتل، انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الغنائم ووزع الغنائم على الصحابة. هالرجل ما كان موجود، بعث له النبي الغنيمة انه هدول حصتك خود. فالرجل حمل الغنيمة وجل عند النبي عليه الصلاة والسلام: شو هذا يا رسول الله؟ قال له: هذا حقك،
حصتك من الغنيمة. قال له ما على هذا تبيتك، أنا ما مشيت معك مشان تعطيني ما بتعطيني. قال له على أي شيء إذا تبيتني؟ قال له على أن أجاهد معك فيصيبني سهم ها هنا فأستشهد في سبيل الله. هم بدي يجي سهم موت شهيد. فعليه الصلاة والسلام قال له إن تصدق الله يصدقك. صدق ما الله، الله بيصدقك. المعركة الثانية نزل للمعركة قاتل نبي تفقد وين فلان ما موجود. قال شوفوا لنا يا بالقتلى. فتشوا شافوا بالشهداء جاي السهم محل ما حط اصبعه. أجوا قالوا له يا رسول الله شهيد أصابه سهم في لهوته ومحل ما حط اصبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه فصدقه الله. هذا المؤمن يا ابني الصادق، صادق نعم الصادق أول خلق من أخلاق السلوك يعني. يلي بده يسلك طريق الإيمان، طريق الوصال إلى الله، طريق القرب إلى الله، عليه بالصدق. فإذا صدق أول خطوة من خطوات السلوك لمحبة الله الصدق مع الله. اصدقوا الله بكثرة الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. إياكم وترك الذكر يا إخواني، إياكم وترك الذكر. الذكر في الإسلام فريضة، فمن تركه فريضة أقوى من فرض الصلاة، أقوى من فرض الصلاة. الصلاة فرض لكن الذكر فريضة أقوى. وأقم الصلاة لذكري. فإذا الصلاة ما هي الغاية؟ الصلاة وسيلة حتى تصل إلى ذكر الله. فإذا أعدت ذكرت الله وحس قلبك مع الله ما أحلى ما أحلى طرفة عين يجتمع القلب على الله. أكثروا من ذكر الله، اذكروا الله حتى يقولوا مجنون مجنون. هي هذا الإسلام، ها بيقولوا مجنون، خلي يقولوا مجنون بس اذكر الله، اذكروا الله. الذكر ما بيجنن يا ابني، لكن الناس بيقولوا جن جن من الذكر. هذا كلام يا ابني أهل النفاق، المنافقين بيحكوا هيك. أما المؤمن كل ما أكثرت من الذكر أكثر، كل ما بيصير لك الصفاء أكثر. اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، إن القلوب لتصدأ بتصدي كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله والصلاة، وإن جلاءها بذكر الله والصلاة. فالذكر بيجلي القلب، بيجلي القلب، لا بيبقى في حقد ولا بيبقى في حسد ولا بيبقى في ظلمة ولا بيبقى في غفلة ولا بيبقى في إعراض عن الله. ذكر الله خليك تشتاق لمحبة الله، تشتاق لرسول الله. ما بس الشو، لا والله يا ابني، لما مرايتك بتصفر تكون مراية هالقد أدهي، تكون مراية هالقد، حولها للشمس، الشمس بكبرها وعظمتها كلها وين تنزل؟ بالمراية. نزلت الشمس من عليائها لمرايتك، وجه المراية نحو الظلمة بتنور الظلمة. هكذا القلب، القلب لما بيتنور بنور الله تنطبع فيه روحانية رسول الله. يا عيني الله لا يحرمكم
من هاللحظات هي. الله يذوقكم ياها يا أحبابي. الدعاء بسيط لكن الله يوفقكم تشتغلوا لحتى تحصلوا. أكثروا من ذكر الله، متى ما القلب انجلى صار مثل المراية، صارت تنطبع فيه أنوار الله، أنوار رسول الله، ممكن أن تلتقي بأرواح الأنبياء، بأرواح الصديقين، بأرواح الأولياء. والله يا ابني حياتك كلها بتتغير، مناماتك كلها بتتغير، بتكون الجمعة جمعتين بتشوف منام تفز مزعوج، بينما الذاكر يا ابني بيمر عليه 5 سنين ما بيمر، ما بشوف منام مزعج، ما بشوف منام مزعج، لأنه كل مناماتك مع أولياء الله وأحباب الله وأنبياء الله. هاي المنامات يلي بيشوفها الذاكر يا ابني. الذاكر الله أكبر. الله يوفقكم يا ابني لذكر الله. أعظم اسم وجد في الوجود شو هو؟ الله. فإذا ذكرت الله أنت أعظم مخلوق، لأنه ذكرت أعظم اسم، أنت أعظم مخلوق. اذكروا الله، اسم الله في قلوبكم، غمض عيونك وحبس نفسك ولاحظ قلبك تحت بز الشمال بإصبعتين عم يقول الله 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 الله. أول مرة فش سيارة صلى تحت المطر والهواء 5 سنين، مجرد ما تفتح الكنطاق تشتغل، فتح أول مرة، ثاني مرة فش معناتها في خير، كمل مرة ثانية، مرة ثالثة اشتغل الموتور. متى ما اشتغل القلب باسم الله. والله يا إخواني المجتمع صاير كله في غفلة. لو أن المجتمع أحب الله وذكر الله لتغيرت الحياة. أول شيء بين أهل الحب، حبيب ما حبيب يكون ما بيعرفه لكن بيحس بحبه، بيحس بقربه، في ألفة، في محبة، في اسم الله. الله يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر. شو هالألفة؟ ألفة ومحبة وأخوة. طيب شو في بيناتهم؟ اسم الله. أكسروا من هذا الاسم، الله بيجمع القلوب، بيوحد الصفوف، بيرفع البلاء، بيكشف الكرب. سلوا الله أن يحيي قلوبكم بالله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.